الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى. كتاب شروع النحو هداية النحو دي نمخ يشبك سبق لالو الدوام سبق او مخ التقسيم ده كلمة ذكر شدري وقسمه تقسم فعل حرف بإجمالا تعريف داري وشو او تفصيلا تعريف ده اسم جلالة حد تعريف داري وداري علامات وص علامات دا فعل ذكر كي وداري تعريف بوحد الفعل تعريف ده فعل فعل ستوي كلمة دوية وكلمة ده تدل دلالتك على معنى او معنى في نفسها في ده معنى فديكي بي او يوالي دلالت كي دلالة مقترنة دلالة دلالت كي دا بيوستي بي بزمان ذلك المعنى بزمان دلالت المعنى مثال من ذكر ضربا يدربو ضربا يدربو يدربو اهلي ضربا واهلي كرد دي يدربو واهل كي يدربو اهل كوكا وخبر معنى دلالتو كو او يوالي معنى وصر متسلل وعلامة على مدى الادارة سيصح الاخبار به سيكيجي بخبر والقول باليسار لا عنه نددنا بل على مسار ابو دخول قد قد داخل دل بل وسين سين والصوف صوف داخل دل والجزم جرم بكرات دل والتسريف قرر دل الى الماضي ماضيتا والمضارع مضاريتا وكونه كدل الذي امر الامر او نهي يعني نهي واتصال الزمائر الباردة وسكيد الدي سر زجرنا بارد سر زجرنا او المرفوع تشكون مرفوعي سكر ربط يا ربط انا ربطيها وتاو التانيث الساكنة تار التانيث الساكنة نحو ضربت ونوني التأكيد دون التأكيد من ثقيلة وخفيفة وفإن كل هذه إن تكون خواص الفعل خواص الفعل ومع الإخبار به أما ذلك خبر وفرق اليسار أغدى أن يكون محكوما به إبدا حكم أخرى شيء بدبانه ويسمى فعلا ذي فعل باسم أصله فأصلين من ذلك سارة وهو المزرع مزرع فعل مركار وديك أصل ده معرفة تذكر ورطاء فعل وي ولأن المصدر هو فعل الفاعل لك مصدر شدا فعل فعل الفاعل حقيقة حقيقة كيف كلمة ده موصوف ده جنس او ده شامل لمفصول او غير مفصول بيت ده خبر وصروف تدل على معنى في نفس هذا لا يدكي في معنى بندي يوازي ده دس صفت ده جديد سرا حرف وانت لك حرف في بل كلمة سرا يذكرني اسي على معنى نور كي يا بفير سرا ده كي يا بإسان سرا او ده چه ويچه دلالة مقترنة زمان ذلك المعنى داس دلالة مقترنة في وسط وي فزمان ذلك المعنى دا بل فصل لي فدي سر اسم وطن او مراد با اقتران سرا آغا دي چه باعتباد وضع سرين ندي دان نعمة وعسان وزي لگه دي اثر وضع كي اقتران نشتره زمان سرا او اكثر في لنك اقتران داشي لي بيجا ان يصح الاخبار به لعنه لقى اسم كداوة شعر يصح الاخبار عنه لا غير مخبر وفلكي يعني مستند اليه بوعديك محكوم عليه فيه سر محكوم به وعقيكي يتسر في ذلكي يخدمر في ذلكي وی سې کیږي به خبر په دسر د بل شي نه خبر ورکړل ته زید ذهبا ذهبا سره زید نه خبر ورکړل دا خبر ورکول په صحیح شي لا علو د دې سې کیږي نه دغه سره مستند باقي کیږي حاصل دا شو چې سې کیدل د خبر چې ده په دې سره وکیږي او دینه خبر نه ورکول کیږي دا علامات ذکر کړي چې دا علامات د فعل لري په سره فعل مال نهي ده ده غير ايوه علامة بلا علامة دي سرا
هذا داخل الله قد قذك على مدى فعل يا ذا تقريب نزوال لبرغي لك قد قامت الصلاة يا تقليل لقوان لبرغي لك إن الكذوب قد يستقو دروجان دون كلك لبشتهوي سعد دروجان دون كلك لبشتهوي أول التحقيق يا التحقيق لبرغي لك قد يعلم الله ما يقين يقينا الله بيجني أغاه ملكون كل الله وذا طول جدا نمتصوكيه مغرب فعل تحقيق ده تقريب ده وتقليل ده او بل جه سين ده او صوفه ده ده دوار وزي شو ده استقمال ده پارا او ده اول ده قريب ده پارا دوم چه ده بعيد ده پارا استقمال چه غفين ده علامات ده فين شو ده ده نیم غرب فين کی دارنگی بل جرم جرم مانا سکون نتازه که دا علامه دا جرم دا حرف جرم حرف جرم چیلی باس بافعال بور خاصو دا عقیدو نیزنه دیگه دا علامه دا فیر وگر او پا اسماو کی جر دی او پا افعالو کی جرم دی دا جرم دا اثر دا عوامل جازمه دي او جازم چو خاص و فعل پوری اثر و خاص شو دانگی امر او نهی دکه دادوار دو طلب دو پر دیو طلب نی مگر بفعل کی دانگی زمائر متصل کی دل زکا کاروال زمائر دا اخر فائلیت کی زروج اخکاری رو دا فائلی غرب تا مخاطب غرب تی مخاطب غرب تو متکلیم پا دیکیو زمیر دی ادھے فائل لی فائل دو چاہتے بارے فیل دو پاری در زکا علامہ دو فعل شلعہ دارکی تار تانیس تاکینا تار تانیس تاکینا چاہا دا دلائیت کی پا تانیس دو فائل بارے دام دو فائل سر تعلق ساتی و فائل دو فیل دو پاری دام علامہ دو فعل شلعہ بیاوی دی دا فیل ولی وی دا اصلی معنی دینا فیلون کار کول نو فیل کم کار لکن ضربا وحلی کرده او کار لی کلیل کرده او کار دراغل لده او کار لی نو دنیا چکو مزر رج لکن ضربن او دارنگی ذهابن دارنگی رجوعن نو دا فیو فیل بندر که اگر چیزن بند فیل وذيب البلد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.